المعطية للفقير احسن ما ننتقل. كل هذه التثبيت ثم عم تدبر فكرك زك السافي زك تركبي ايه لو اعمل الطيارة الا السيارة الا تريل الا كيف كيف بدك تمشي شو بدك تعمل شو بدك تغطي وين تغطي برا جوا كله هذا منين هذا منين هذا التمييز عم بيجي. قال الله تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون يوم القيامة اهل الله بياخذوا الآية اطلاقا وامتازوا اليوم كل لحظة لهم كل يوم هو في شان كل نفس من الانفاس اسمه يوم وامتازوا اليوم ايها المجرمون بايش امتاز امرنا بنئتمر ونهانا بننتهي عمال امتاز على بؤمره ما بئتمر وبنها ما بنتهي عم تخلط وخبط عم تخبط وبيخلط ما بيحس بناتي بقع بالمخالفات بدعوم بدون شعور منه ابدا 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 لا المخالفات وقعتهم منه طلي هون مالك برا اللي بده يجي على الدرس ما طلع رايجي فهمتوا بناتي لك انتو جاي من بيت يقول لك يا بناتي لا تستفيدوا يقول لك ايه بلكي متوا معكم خبر بلكي اجاكم انتو ملك وسألكم سؤال ايش الجواب عنكم ممكن تكون على بيان ممكن تكون على بصيرة منو قال لسيدنا عمر لسيدنا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حينما بده يجي الملك منكر ونكير يسألنا برجع علينا عنا قال له ايه قال لي والله لا ببالي منه ليه ما بعمل مخالفة ما ببالي منه قال له الشرطي على مين له حجة وعلى قوة عن مجرم على الجاني اما كان وحدهم ما بيخاف لا من شرطي ولا من اكبر ولا من اصغر ما عمل شيء يخوفه اللي عم بيخوف العمل اللي عمله هو الشرطي جاي ياخذه يكون عمل مخالفه لانه الاول مدير الشرطه الاول هو الكبير والله البندي الكبير امرنا مهانه ما اتمنى وما انتهينا ما امرنا بيجيك الشرطي مدير الشرطه بيجيك جندي بضرك ليش؟ ليش امرك ما اتمرك؟ ما ترجع بالطيب بدك ترجع غصب عنك وهكذا يا بنات عن عبد عم بدري عم بيميز واحد اذا قال له واحد كلام ما وحسن عجب لو كان زين كلامه اللي حكاه برضى حدا يحكي معه هالكلام كلام ما بتعموجع انت يا يلي حكيته بالله عليك لو غيرك حكاه مع الطباء قال لا لك انت لشرتك مع الناس لذلك عنا هناك حساب وعنا تمييز وعنا عقل وعنا تفكير هالكلمة اللي بدنا نحكيها بدها تكون هالكلمة ما تأذي جليسنا يأخذها بالقبول وبالبس السرور حاسبوا عاملوا أنفسكم كما تحبوا أن تعمل شو بتريد الناس تتعاملك عاملوهم عاملوا الناس شو تحبوا أن تتعامل كل الناس عاملوهم مثل ما تحبوا هذه الإنسانية قال قبل الإسلام في إنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى آخره فإجا الإسلام قيد قانون قال لك هذا لا تعمله حرام هذا عمله حلال قال الإيمان عريان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أعطانا الإيمان عريان ولباس التقوى شو معنى عريان يعني قابل الخير وقابل الشر قابل الشعر وقابل طول شعره قابل الثوب تقصره وقابل طوله يعني ممنوعين تقصير الثوب المرأة بدها تطوله ممنوعين نقص الشعر من نطوله ليش هيك الله هيك الله أمر وقال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود خالف المجوس خالف اليهود خالف المجوس ما يوم ايام رسول حلال عيته او ما يوم ايام قصرة او ما يوم ايام مسيح بالقرعة ما عم بعرف الناس من يجيك ما عم بعرف ما يوم بمشي هيك بقيم الجبة بلبس قميص ابيض هون ما بدهم لرجل بس بقى صار انثى خالص ما هو هيك وين الرجولة ما اجى يوم الكمال صار نقص والنقص كمال عند الله يعني الكمال اسمه كمال والنقص اسمه النقص عند حتى ارباب العقول ما يوم من الايام كان في شيء كامل صار ناقص ابدا مثلا الشرف كامل منذ اول حتى سيدنا عمر رضي الله عنه حينما كان مشركا وعد بنته هي حيه في طيبه ما كان مشركا ليش قال خاص لا تجيب له عار يوم الايام لا عملت عار الحرمه ولا عملت شيء للسعه قتلها ودفنها وهي حيه حط اجوا على صدرها وحط فوق التراب الرمل ودفنها يلا وين؟ وين راح على القبول؟ وين جاي على الموضة؟ وين راح على المدنية؟ ايش عم تعمل بدي قص شعري؟ وين عند الرجال؟ شعر وينك انت عند الخياط؟
هي اين زمان اجت انه هذا يجوز؟ بس فكوني اين زمان اجى الرجل بجوز يلمس المرأة؟ ما اجى زمان ابدا 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 ما اجى زمان الرجل يلمس المرأة او المرأة تلمس الرجل. ليش؟ انه بينهما شيء خاص معلوم. هذا لا يجوز الانسان يأتي الا كان محارمه امه عمته خالته، هذا ما في مانع. زوجته هذا ما في مانع، مع كل زوجته اذا لمسه بتقضبه. الله اكبر، خوفا من شيء اخر. فكيف اسلام برانية؟ كيف مقرعة بالقرعة ومركبة بالطرمبيل ومركبة بالطرمبيل ومش الله يساعد ان يكون من عينه لا طرمبيل لا سوف يعكس لحدا، لان الغضب سد النور، مات النور ابدا. الغضب سد النور، بعفز زلمة، بعفز ولد، بعفز بنت، بعفز كبير، بعفز صغير. ليش؟ غضب، لانه من الغضب. قلنا له لما بعدي انا معديك الحارات، والله يا بناتي اشهد الغضب والسخط ينزل مثل مطرح في الحارة، ما نسميه هذه الحارة. بقولوا فان شيخ ساكن طمطم وزكن سكن فيه. انا بعرف الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائدنا، لما بده يعدي على محل كان مغضوب عليه بزمانه كان حتى كان راكب يحط ثوبه على وجهه، والجمل يزعج في الجمل حتى يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يصير من خائف لا يصيب الشيء من الغضب. مثل كان واحد بده يعدي قدام الطين، شلون بتكحس بتهندج وبعمل حتى ما ثم يجي مثل عادته الاوليه، بتعبى طين، بتعبى وخم، بتعبى قزم، بتعبى الى اخره. لا يا بناتي، عندكم عقل؟ والله بدك ذلك. شلون رجل بحكي مع مراه؟ شلون رجل بقعد هو مراه؟ شلون بختلي ازيله مراه؟ يا سيدنا يوسف هلا ما خلص عليه السلام، وسيدنا يوسف كامل لو حطيتي كامل. سيدنا يوسف عليه السلام كامل. قال ولا عاد همت بيهم. امبارح عم بيسالني واحد، قال جاء استاذ معلم في دياني في الهندسه المباري عماد، ولا عاد همت بيه وهم بيه. قال له لا يا استاذ، ما هو هيك، هم ان يبطش بها. سمعني مني هو. قال له ليش خرجت عن جدي؟ نفسي معي ما بقولوا هيك. ايش لك يا زلمه؟ كلمه حتى الجلاليل بحكي همت. ايه العربيه ما بتوافق، اللغة العربية ما هم بالبطش، هم ان يبطش بها. ليش؟ لانه امرته طلبت محبه، لكن محبه عبقرية، كان ستنا زريقة مو صغيرة ما يبعد لا، لكن طلبته يجلس وياها. ما يمكن هذا رسول يجلس دقيقة دقيقة، مو دائما، مو كذا، لا المقصد تطلب منه ما يوفى، تطلب مو بتحبه ما تقدر تخالفه، تطلب منه مو سقاطة. لا تتهموا ستنا زريخة ابدا، حاشاه ستنا زريخة، ولكن هي شايفة الكمالات في سيدة يوسف. ايش الكمالات؟ ما يفهمها لانه كافرة، ما هي مؤمنة، ما هي مسلمة. تتعرف شايفة في شيء مثل ستنا خديجة لما شافت نور الرسول صلى الله عليه وسلم، لما شافت نوره. ستنا خديجة معروف عندهم موعودين بسنة خصوص بده يطلع نبي عربي. قالت والله يمكن هذا شو بدها تسوي؟ عنده خادم اسمه ميسره. قالت له بتروح معه وبعتت على محمد، قالت له بدي اشيركك. سيد محمد صلى الله عليه وسلم كان ما كان عنده مال، بدي اشيركك تروح لبلاد الشام. قالت له ميسره غلامه، انت مالك شغله ولا عمي، بس بتلاحظ ايش بيشوف منه بالطريق. هذا وين جلست يا ظل؟ الحجاب سلم عليه، شجعة الشيطان عقله. ما وصل الشام، رجعوا احد الرهبان، قال له خاطر حوك اليهود. لما رجع وحمل ستنا خديجة وميسرة، راحت خطبته كان عمره 40 سنة أرملة، وسيدنا الإسلام كان عمره 25 سنة. خطبته بواسطة ابن عمه ورقة بن نوفل. هذا ورقة بن نوفل كان من أكابر العلماء هنيك إلى أن تنصر. جابته لسيد محمد، قال له احكي له ايش بشوف، شو بصير معك. لما صار يحكي له قال له ايه بيكسر معك؟ قال له ايه، كان عمره 25 سنة. قال له صار تمشي معه هو صغير، هو صغير. قال له ايه عجيب والله، انت اذا قومك بده يطالعوك من بلدك. قال له هو مختلف يا قوم، اساسا بليغ في الكلام العربي، انا بتخرجوني انا الصادر الامين. قال له ايه لما عم بيجيك هذا ناموس، الملك يسموه ناموس سيدنا جبريل وغيره، ما كان يجيب له حي ارهاصات هذه يسموها، يجيب لي قضايا. قال له انت طالما بيجيك العمل بده يجي بده يخرجوه قومه. قال له امك خرجيهم، انا شلون بده يخرجوني؟ انا بحبوني صحيح. بحبوني صغير وكبير، اكبر كافر، اكبر مشرك هو الرسول. ما كان الساعة كان خمسة عجل، ما جت النبوة.
لكن هي يسموها إرهاصات. ستة خديجة قالت له عم هل الشرط قال له رب تزوجيه قالت توسط توسط دفعت المهر من كيسة لكن نالتها والله ستة خديجة نالتها قعدت معه رسول الله 10 سنين وهو نبي لأنه قعدت عنده 25 سنة 25 و40 صار عمرها 65 ورسول الله تزوجها كان عمره 25 وقعدت عنده 25 صار 50 يعني 10 من النبوة كانت. وستنا خديجة في الداخل وابو طالب في الخارج هدول يحافظوا عليه. سيدنا ابو طالب كان هو عم بيربي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم رباله سيدنا علي فيما بعد وهكذا. اما هذه زليخة ما يفرح لانه مو شخصية شخصية بارزة ما في اعلى من شخصيتها غير سيدنا يوسف عليه السلام العزيز زوج على زوج لكن ما كان واصل اليها صار علي عن مين ما لعب بدماغه زوج العزيز تحسن ما صار لهلا بعيد ابدا ما صار لهلا الحكم ان المرأة لا نرجل المقصد سيدنا زليخة لما شافته لسيدنا يوسف عليه السلام انجذبت اليه شلون بدك تسوي ما بتعرف حاشاها يكون تطلب الزنا لا بناتي لا 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 لانه صاحب الشخصية ما بيعرف السقاطة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا النساء الحرائر اللي نزلت الزنا آية الزنا قالوا له يا رسول الله الحرة تزني أي ما يعرفوها أبدا العرب ما فهموا الحرة تزني أبدا تزني الرقيقة هذول يكرهوا معلومات لكن قالوا الحرة تزني ما يعرفوا هذا أبدا أبدا وهكذا زليخة ما بتعرف زنا ما زلت بدها هو ما عم تعرف شلون يعني كافرة ما يفهمها بتطلب إيه هو ما بحسن هو معصوم من خلق معصوم لأنه نبي من خلق انه معصوم صار تتطلبه تتطلب منه يقعد معه ينام معي كذا لانه هي سته هو خادمها قال له لا ما بحسن انا ابوي يعقوب يعقوب بن اسحاق رسول ابن رسول ابن سيدنا ابراهيم رسول ما بيمكن انا العمل هذا ما بيصير وهي ما تعرف هي ما تعرف حرام حلال ما بتفهم هي الى ان وصلت مع درجة قالت له طالما ما بتسمع لي كلمة قتلت لي انا سيادتي عليك رفعت ايدها بدها تضربه ولقد همت فيه هذا الهم رفعت ايدها بدها تبطش فيه رفع ايده تبطش فيها لولا رأى برهان ربي هذا هو البرهان برهان الله قال له يوسف عندك تسوي قال له يا ربي مثل ما لك شايف قال له لا اي حب وعقل ما بيشبهوا اي ما عنده عقل ابدا اجاز قال له روح نزل وين رجل وين والله بتجيبه الكاتار طيارة دقت فيه ولكن الثوب قوة رقده قوة ايده طلع الثوب بايده وكانوا في الباب الدار وان العزيز عم يفتح ما مربوطة كل شيء عنده بمقدار مربوطة خاصة مخلصة هذا العزيز صحيح بخاف منها ما بقدر لكن شاف قفشة شاف وجه اصفر شاف ولحقته وعمل قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم اي مشان تبرد خجله ولا وين بدي يسجن اعوذ بالله بحسب ما بتريد لكن من خجل من زوجها قال فقال سيدنا يوسف هي راودتني عن نفسي هي اللي عملت فيني حمل وهي اللي عطني وهي اللي سويت فيني وشاهد شاهد من اهلها قال له الشاهد انظر ولا الصغير انظر ان كان الشق من قدام فصدقت وهم كاذبين وان كان الشق من وراء فكذبت وهم صادقين فلما رأى قميص الخد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا السرنا احفظنا الله يسرك لا تفضحنا لا تقول امام الناس يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين فهمتوا وهكذا القرآن عم بيعلمنا قواعد قوانين بنات القرآن فيه وجهين لاني واحد وجه للعبادة تعبد به وجه قانون نسير عليه كيف امرنا وكيف نهانا هذه اسمه تعبد واسمه قانون الهي امرنا نمشي نمشي امرنا ننام ننام امرنا ناكل ناكل امرنا نصوم نصوم ايش امرنا نأتمر وايش نهانا ننتهي هذا هو الركان قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني الله عم بقول لمحمد قل للوجود كله انا على بصيرة
وكل من اتبعني على بصيرة، فواجب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول على بصيرة وهو إمامنا. مش العلم، العلم هو الإمام والعمل هو المقتدي. إيه المقتدي ما بصفك على الإيمان، ما بصفك على الإيمان مثل صلاته، تابعه مثل الإيمان، بركع من الكعب، بجد من الجد، أم من أم، بقعد من أم، سلم سلم، وهكذا العلم. إيش بأمر العمل؟ فأصلا سلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. بيجي علم جديد، منين بيجي العلم الجديد؟ من عمل اللي عمله من العلم، والعمل والعلم ما بخلص. وقل ربي زدني علما، يعني عم قول لني إلا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد ربي زدني علما. ليش؟ لأن يعني محمد طاهر ومطهر ومطهر، طاهر ومطهر ومطهر، هذا قابل جديد. لكن الوسخ مو قابل جديد العلم بناتي، ولا بفهم العلم أساسا البتة. الوسخ روح، إذا حب الله عبدا ابتلاء الله بن علم ابتلاء، بدنا المشهورة مثل ما بأمرهن، انطقت عينتين وما نقدر عليه، ما نقدر انطقت عينينا ما نقدر، مو بس اني نحن ولا اني، لا نحن بنقدر من جاريهم ونماشيهم، لانه عقولهم فازة ونفوسهم معروفة، ما نقدر نجاريهم ولا نماشيهم. نحن ان سيرش او امرنا نسير عليه، وان شاء الله نهانا بننتي عنه. شو معنى كلمة حرام؟ كلمة حرام يعني مضر، هذا حرام. شو معنى حلال؟ يعني بنفع، هذا الحرام وهذا الحلال، يعني بنفع ويعني مضر. ايه وعنا عقل وعما ندرك، اذا عملنا حرام نتيجة ما يحسن لا عند الله ولا عند عبد الله، ونتخبى منه. هلا اذا احد عمل حرام تتخبى، ما بيطلع الا امه ولا ابوها ولا معلمه ولا استاذه ولا البتة، تعرف حالة بتخبي، بتكذب، بتقدم، بتأخر. خليش هذا الشغل لحدي، ليش تعمل مخالفة؟ ايه وبعد نكذب كذبات ونخبيها تقبل. لا تخلوا مجيئكم على الدرس بكفيكم، كبروا ارحموا الله. ايش هي نايمه ولا شو مسلطنه؟ خلاص بكفي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يكون نفس من انفاسي ما بقى في القلب تنزل. اجي انتم بركوني بس هيك وبتركوا التنعت مع باله، واللي بتدخل بتطلع مين دخلي، والقائد ايش بدك تجي لهون؟ روحي وقفي بنص باب الفرج وتفرجي على العالم. كان بدك ترجع الخلق ليك عالم كثير رايحين جاي. مرة واحد من اهل الله طلع على باب البلد، وقف على باب البلد لتخرج العالم كله من هالباب، وقف عليه صار يطلع يقرا افكارهم جواته نياته. من اهل الله هذا شايف حاله رايح بده يشتري، وعم بفكر بيشتري وبده يبيع وبده يغنى وبعدها بتزوج بصير كذا، وهذا الاخر عم بفكر عم بحب له واحد شو بده توصلي، وهذا واحد عم يفكر بحب الرسول صلى الله عليه وسلم شو بإله صيغة بده يعمل، شو بده يؤمن ليه، شو بده كذا، هذا الاخر بحب الله شو بده يطيع الله بكل ما امره. كل واحد عندي عالم وحده قاعد عم بيسمع ورجع الى الله سبحانه وتعالى. مين هالميزان اللي اجا؟ مين اللي قطع القلوب؟ هسه اشوف مين قطع القلوب؟ عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. الحق سبحانه وتعالى من اسمائه الباطل، مو بس عملتي بالظاهر بس، وبالباطل عم تحكي بشيء بلسانك وقلبك خلافه. بظهره منو بظهره؟ بظهره الباطل، بظهر للظاهر. ظنيته الله ظاهر؟ لا، اسمه ظاهر وباطن. لذلك يضع الاشياء في محلها، كل شيء عنده بمقدار. عالم الكبير المتعال، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، عند الله شيء واحد. ليه؟ لانه في الظاهر وفي الباطن. بسيرك عم تقولي هو معي، ببطنك عم تقولي، عما تحكي عما تنوي هو معك. اللي معك في الظاهر هو بالظاهر وفي الباطن. لأجلك يضع الأشياء في محلها. قال صلى الله عليه وسلم من أسر سريرة جوا، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خير فأظهره وإن شر فأظهره. وين عم بتروح لكن؟ وين جايين؟ اسم جايين على الإيش؟ على الدرس. وين عقلون؟ عقلون شتت رايح، عم بتفكر شو بده تروح على الخياطة، شو رفقاته، شو بده، ولا سمعانه ولا كلمة.
رايحة احد ابو مرة. ابو مرة بيجي على الدروس ده شلون بيجي عليهم؟ كل واحد بيجي بصفة لانه الشيطان عالم الصادقة المتوجهة للدرس جيب لها تذكرها شيء من زمان عملته حسن تنبسط فيه لما تتذكره. لما تذكرها هو بتروح فيه وبيروح عليها الدرس ما بتسمع ولا كلمة ابدا. روحها بالشيء الحسن هذه اذا كان مليحة. واذا كان مليحة بخبطها بقيمة وبحطها بخبطها بياخذها مشرق وبجيب مغرب شكل مغرب وشرق خبر ما في ابدا ابدا ابدا. بحيث لو سأل زوجها اخوها عمها ابوها ما بتعرف تجيبها لك والله درس كويس. خايفة ايش الدرس كويس شفتي والله درس كويس. لو كان زوجها او ابوها عنده شيء من لطافة بفهمها حاضر الدقن غاية العقل قطعا. لانه الحاضر الدقن والعقل بسمع بفهم بفهم من مقداره بيروح بيقرر لو بيقدار ما فيه. لكن مو ما سمع والله درس كويس. لك ايش الدرس والله درس كويس. درس كويس فهمناها بدنا نفهم ايش الدرس حتى نركز عليه حتى نسير عليه حتى نفهم عليه. هذا خبر وجاء على الدرس تقعد بيكة وعمال تتوجع بالطمين دخل ومنه خرج ومنه راح ومنه اجى خبر ما في ابدا. او هي زوجة الشيخ او اخوها الشيخ او ابوها الشيخ هذا شيء معروف طالب بالكتاب كذبت رب الكعبة. لا الشيخ لما بدقر الشيخ متحقق له نور بطلع عن كلامه نور بدخل للصدر لجوه بإشي وسخ بكنسه إشي شيء عصيان بيطالعه بمشه الى ان يسوي جوهر نفيس بيجي العلم بيحتل الصدر بيجي لجوه بالصدر جوا هادي فهمت هادي تمام. العلم وحده قلنا لكم من ازداد من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد بعدا عن الله. العلم وحده ما بكفي بده يطلع قبل العلم شيء اسمه نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اذا ما كان عنده نور يسبق علمه يدخل في القلب وينظف ويطهر ويهيئ المحل حتى هو المحل يقبل يقبل هالعلم اللي جاء. والا هو بعيد هذا ازداد بعد عن الله سبحانه وتعالى ما فهم شيء اسمه شيء بجود البتة. فهموا بناتي مو قضية العلم. الحق بعث الرسل وعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا اكمل العالم ولد كامل ولد صادق ولد يحب الحق ويبغض الباطل اينما كان الحق واينما كان الباطل. هلا لا اذا كان الحق عند جماعته هذا بحبه اذا كان عند ما جماعته ما هذا غلطان هذا ما هو صحيح ما هو هيك الرسول عليه السلام. الرسل دليل ذلك لما كان ياتي صلى الله عليه وسلم مرة حينما كان معه سيدنا عمر رضي الله عنه ولا جاء يهودي بيمسك الرسول بجنده هالجنده بخل الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول له انتم بني هاشم قوم مطر ما بتدفعوا الحق. هذا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم لشعير لكليتين يوم بعد 15 يوم اجى مسكوا المسكين قال له انتم بني هاشم قوم مطر جمزوا الرسول خنقوا. سيدنا عمر يهودي ورسول صلى الله عليه وسلم صادق امين لذيع عفيف بيعرفوا سيدنا عمر سحب السيف دقنه شعره صغير تشوف قال له دعني يا رسول الله اقطع عنق هذا الكافر. قال له احسن ما تقطع عنقه اعطيه حقه واحسن عطاء نحن في غنى عن ذلك تقتل وتقتل. هذاك اليهودي بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. قال يا رسول الله وجدت عندنا في التوراة ان النبي لا ينتقم لنفسه لما عاملتك المعاملة وما انت عرفت انك نبي حق امنت بك. وهي هيك يا بناتي الانسان بده يكون متخلق لذلك العارف بالله ما صير عارف الا تذكر نفسه. اذا امنت كل الناس قال لك عارف شداد دور قول القول قول ما بيفهم ما بعرف. عارف لا يتكلم الا بالوراثة المحمدية لاجل ذلك كان وارث اسم المصطفى. كما الحق اصطفى المصطفى كذلك الحق يصطفي لوارثه صافي يكون صافي من كل الاكدار البتة. هذا يتكلم عن الله يتكلم عن نفسه تقدم تأخر لا لا حتى اذا تكلم لا يعرف ان يزم او يمدح ابدا ابدا ابدا.
عندهم ممنوع الذم والمدح، بتكلم كلام فيه النصح، بياخده السعيد والشعيب رده. شوف صاحب يدوش حسه، هو اللي عليه عمله. فلاح فلح، زراعة زرع، واتقن الزراعة، ولكن ما اجت الزراعة شو مصور يعني شيء. هو اله الا العبد، لا والله هو عبد بزرع وبيطيب الارض، بحط البلال كويس، بعد ما اجي شو بده؟ شو بده؟ هي ما هي وظيفته، هي وظيفة الخالق، ما هي وظيفة المخلوق. المخلوق بس وظيفته السبب، يا يعمل بالسبب ويتقن السبب، هذا العلي. هي فهموها لك بناتي، هي ما عم يشوفها. والرجل طيب صالح لما بزرع ما بيجي الزرع، او بيتاجر بخسر، او بيصانع، او بتتشرك الماكينة الفابريكا معه، يا لطيف بزعل بامور كذاب. لا تقتدوا فيه، ديروا بالكم من زعل فمه. الزعل حط له الشيطان ابليس ابو مرة، وصار قلت له لك يا اخي بالله عليكم زعلكم اللي من عم تزعلوا، عم بردلكم مالكم؟ قال لا، لكن ايش عم بيعطيكم الزعل؟ الزعل غلبة من الشيطان عليهم، لانه وسعه واعتقاده قليل. قلنا له لما الانسان بزعل وبغضب بعرف بفهم اذا سمع كلام؟ قالوا لا. بعرف يصلي؟ لا. اذا مداع نفسه بلاش. ليش؟ من جهله. والله نحن لا علينا ناخذ السبب، ما اعطانا بدنا نكون راضين قد ما اعطانا 100 مرة. هيك بنكون نحن. ليش؟ لانه عقيدتنا في الذات الالهية وايماننا في الذات الالهية انه عالم حليم علام وحكيم يضع الاشياء في محلها، ورحيم ورحمن وفعال مطلق ما بعد يرده لا جبريل ولا ميكائيل ولا عيسى ولا موسى ولا محمد ولا احد معه، كلهم عبيده. ما في واحد يقدر يفك حلفه البتة، كلهم ادباء مع الحظ الهي. لكن ليش عم تزعل يا استاذ؟ موت مثل هذا الشيطان ولا عدوك. لك شلون استلزمت زمامك في عدوك؟ لك فهموا لك بناتي، هذا روح الوجود، هذا تحقيق الوجود، هذا اساس الوجود كله. انه اللي من عما يصيبكم مصيبه، ابنكم مات كثير منيح، زعلتوا عليه، بكيتوا، ما في هالصياحوا الاولويين. ليش؟ على مين عم تقولوا؟ على الله؟ يا الله اللي من عطاكم الولد ليش ضغطتوا؟ وهلا عم تقولوا ان هداك الاله غير هداك الاله، فرحتوا له ليكون عطاكم مرادكم، ولما اخذكم مرادكم زعلتوا منه. ليش؟ تبين انه ما في عقل عندكم البتة، ولا في ايمان. تكذب تقول عندي ايمان، بتكذب. اي بتولول، اما بكاء عينين معلشي، بكيت زعلت هذا معلشي، لكن تولول وتحزن وتصد كذاب، ما عنده ايمان بالله ابدا. لانه الله عطانا هالولد، حطوا امانه الولد ان حققته ما في قربة بينه وبين اولادنا ابدا، ولا بينه وبين ابهاتنا ابدا. حطوا امانه عطانا هالولد حتى نربيه تايب له، بعد ما يقدر تعلق في دماغه في راسه. نحن ما بقينا مسؤولين بعد البلوغ ابدا، لكن قبل البلوغ من نهزده، من نأدبه، من نعلمه العلم، من نعلمه الكرم، من نعلمه يحط في قلب الرحمة هذا فقير عطيه وهذا كذا، هذا الواجب علينا نحن الاول. اما الحق راد ياخده ابن 6 ابن 8 ابن 15 ابن 13 ابن 10، وشو بدنا؟ مو محطوط امانة؟ لازم ما بتحطوا امانة عند واحد، اين ساعة تطلبوها بتاخدوها؟ ليش اذا ما اعطاكم بتزعلوا؟ بتزعلوا. ليش ما عم تعطوا الولد؟ ليش عم تزعلوا من الله؟ والله انكم احسنوا للولد احسن، هكذا نعتقد. الله حكيم وتجلى على العرش المعامله باسم الرحمن، ما عنده الا الرحمه. لكن نحن جاهلين، نحن نفسنا مو متذكر ان غرضنا، ولا غرضك مرضك، ولا غرضك والله بسك العون. ليرات بس عطيها ليرات، كان ايش؟ كان تعمل سنجونات، ولكن السنجونات وراها يا لطيف ويا لطيف ويا ستار، وعم تسمع ايش عم بصير وراها. ليش تسكن في الجميلية، تسكن بالسبيل؟ لكن نحن انا مو مرادي عم بزم السبيل، لا السبيل لا يزم،